رئيس الوزراء وسط أهالي ومواطني قرية نوى بشبين القناطر من أجل حياة كريمة. رئيس الوزراء داخل أحد المنازل التي ستشهد التطوير وسيخرج الآن وسط احتفال الأهالي به. رئيس الوزراء يتفقد نموذج لسكن كريم ويلتف حوالين الأهالي. لو سمحت يا دكتور، يا دكتور مصطفى، يا دكتور النبي لو سمحت لحظة بس، لحظة يا باشا، لحظة لو سمحت يا باشا. لا لا لا، أوامر أيادي الله. مواطن يطالب رئيس الوزراء بسكن كريم. ما هو المحافظ قال لها يا إبراهيم. محمد معالي رئيس الوزراء تفقد مشروع المجمع الزراعي بمنطقة نوى بشبين القناطر ويتحرك لنقطة أخرى، وده موقع المشروع كما نراه أعزائي المشاهدين. نحن الآن في بث مباشر في مدينة شبين القناطر، حيث يا مشروع حياة كريمة. بيانات المشروع ده أحد المجمعات الخدمية في مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، مجمع خدمات المواطنين. مشروع إنشاء مجمع خدمي بنوى.